صباح الخير، مرحبا بكم مرة أخرى في الماتينال، واحنا نستقبل بعضنا خمسة غزايل بي موغ طبيعي. البرودوي اللي ديما ننصحوكم بيه على خاطر حاجة ناتوغال، كان ما نفعتش راهي ما تضرش، هذه حاجة هي عادة تنفع تنفع. لا لا، العباد يقول لك برودوي شنو، راهو مش في إطار كان الببليسيتي، هو برودوي بالحق ينفع، وأنا جربت زادة منه، راهو نحكي لكم عن تجربة كما تقول خمسة، أما بالحق علاش لا ما نشجعوش البرودوي التونسي، سورتو هو معناتها ينجم ينفع وسورتو ما يضرش خاطره طبيعي. هو طبيعي ينفع ما يضرش، ما فيه معناتها لي زانغريديون الكل باش ينفع، علاش؟ على خاطر ديجا هو راهو كما قلت المرة اللي فاتت إلي معناتها سيرتيفي ناتوريل صحيح، اوتوريزي من وزاره الصحه، دونك اناليزي كونفورميمون على لوا تونيزيان، معناتها شركه قائمه الذات تخلص في ما لدي ما لها وما عليها للدوله التونسيه وتخدم في توينسا. وي سورتو بخمسه ما نبداوش نحكيو توا على بيموك، خلينا نشوفوا مع الشيفة فتحية معها زوز اد شيف تو اللي مع صباح البرك شد الصف باش وبعد نرجع نحكيو على بيموك بيان سور. اموره هي تو نورمالمون باش تبدا في صباح فاطمه اللي انا باش ناكلهم، صباح فاطمه حد باش ياكلهم غيري، مفهوم؟ شفت صايمه صايمه ما يصيرش نصبر عليهم بعد للسحور ان شاء الله برك ناكلهم. باهي صباح فاطمه تو شنو حضرت للخلطه؟ حضرت لي زانغريديون كلتها باش نصبهم في الحوت. لي زانغريديون اللي هما مرة أخرى اللي هما الحوت، حوت فكام فكام، غوتا، جبن جبن، معدنوس، وعظم وعظم مليح. أوكي أوي مليح شي شي في الماركتينغ ماكش ما يسالش ما يسالش. باهي توا احنا ذي الحوت تاع فكام باش نحطوا توا عليه الغوتا. باهي وفوحتوا في فلك حلو ملح وزيت سفير. زيت سفير اوكي فلوتي، زيت سفير شدته خاطر يخدموا به في الدار. الاخرين تو نزوزهم بشوي بشوي، لو لا يشريوا في الفكام في الدار هم يشريوا ياسر الحوت فكام هذا البلون، مش تعملوا سعاد مشوي كيك. جربت وين راه؟ إلي تخي بون. اي وري الدره وري كلها اش قاعده تعمل. شنو فما في صويبع فاطمه؟ شو فما في صويبع فاطمه؟ فما شويه ضويفر بالفيرني ولا بلاش؟ معدنوس خلي لي شويه معدنوس معاك ما تفكش الكل. خذني معاك معدنوس وعظم. عظم مليح عظم مليح عظم مليح كل فيرتي يقولها. يلا قداش على العظمه؟ كعيبه بعد على الملصقه، بعد على الملصقه. انا بعد ردوا بالكم راني مشومه خايفه على الملصق كثر مني. اي بالطبيعه هلا في حاجه يا دره. اي بالطبيعه هاي دامي هاي بيه فقسوها في ال يلا تخي بيان حيت عليك. ميرسي بو انا مادامهم خلطوا انا نحيت الكلافس في المعدنوس اللي طابوا مع الشوربه باش نحط شويه طماطم سفير كونكاسي اوكي باش تجي المقرونه نتاعي الشوربه قلت مقرونه خاطر نغزر مخي كل فك التاريات انا مخي فيها والله الكلهم اللي جيت عاد يقول لي مخي فيها. بون ريحتها هذه فاوحه باش نزيدها شويه بالكل ملح خاطر ريحتها مسوسه. شم في ريحه المساس؟ اي اي سبحان والله الله والله تتشم ريحه المساس ولا نحط لها شويه ملح اخر أو ريحتها سبحان الله في ساعة تطلع تتبدل كومبليت. ما نقول كيفاش تشم الملح بالريحه انا نشم الملح فما عباد ينجموا يشموا ريحه النعمه وريحه الملح. هاي تشمت ريت تبدلت. الله 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 توا عندي زويل ورده بيضاء اللي هي شوربه نحط كمشتين اللي يحب يطيبها كيك نسلفوا كمشتين. توا باش نحطها تقعد تغلي يا فاطمه. انا اليوم الشوربه باش نعملها من الشيه خاطر الشوربه من الشيه ساعات يقول يا عبيد كيفاش نشي الشوربه. الشوربه من الشيه من بعد نعصر شطر قارصه في سحفه نحط عليها عظمه نخلطه ونصبه فوقها هذيك تتسمى شوربه من الشيه على خاطر نحط لها العظم والقارص. توا هذه غطيها خليها تغلي حتى لين تيب لك عب نتاع الشوربه وكي نجي نشيها قبل ما وقت باش نطفي لها جوست وقت باش نطفي لها. نرجعوا توا اللفين نتاع الصويبع فاطمه اللي انا باش ناكلهم اللي هما حاجه سبيسيال بيان سور حاجه متوقعه. اي اوكي هذايا يظهر لي اللي عرفت على شكون تعلمتها. على الخاله. مش انا مش انا. اوكي. باهي معناها هي كي فرشت نص كعبه الملصوقه ما بدتش على اليمين وعلى اليسار بدات على الدوره. الدوره. فوالا. اوكي باهي هذايا كايبه حط. نعاودوا واحده اخرى نعاودوا فيها.
علاش تحط فيها كيكه من قدامنا؟ اي بيان سور. علاش باش ما تتفرج بس ما تتفرتش وهيك مسكره على جهتي ولا باه العلامه صلحت والله حاجه بيتهنى ولا مريق. لا اوكي امو خاطرني انا واحده من الناس ما غير ما سكروها بحاجه شاف حتى شيء كيكه تقعد من بعد ندهنوها بشويه زيت الازرق سفير وتدخل الكوشه 180 تيب في درجين تيب حمامه 200 دوغري بون در انا هنايا الكريمه خدمت الكريمه نتاعي ريتوها يابسه بالكدا على خاطرها هذيا باش نعمل بها بريك تحليب. اوكي بريك تحليب اليوم اميره باش تطويها انا باش نتسلى في اميره اليوم باش هي باش تطوي لي بريك تحليب مادامها بارعه في الطويات وباش نحط معاها شو اختصاص واحد كعبير واحد فوالا صحيت غزرت لي وحدها سبحان الله كل واحد شنو اختصاصه بون حطيت عليها ما حطيتش سكر وحطيت حليب كونسونتري باهي كاس حليب كونسونتري تو باش نحط لها الفاكهه المهروشه اللي قعدت لي من القطايف كانها متلوح شيء متلوح تحطها مع اللطف يا ربي نحطها مع الذهب نتاعي فوالا انا قلت لك البندق جيت باش نشريه قلت لا كان نعملوا بوندونتيف كان عملت سهريه نعملوا بوندونتيف في شركه جوستومون هذيا ومن بعد باش نطويوها وندهنوها بالزبده ونحطوها في الكوشات تيب 200 دوغري تيب تقريب نص ساعه ومن بعد كي تخرج نقطروا عليها شويه شحور هذيا بريك تحليب بالملسوق سامحني ما نجموش نحطوا فيها مثلا شويه زهر ولا حطيت في الشحور في الشحور في الشحور, في الشحور. اما فهوني حطيت فاني هوني معناها فاني كريمه سمارتشيف زوز كريمه سمارتشيف عليهم نص سيترا نص سيترا حليب حطيت عليهم زوز باكويت فاني سمارتشيف وطيبتهم هما طابوا ما حطيتش سكر كما قالوا خاطر ما حشتيش بالسكر خاطر عندي فوالا لي كونسونتري والسكر تولي ياسر ريت محلاها الكونسيستانس نتاعها هكا تريقل تمرها كل نجم حتى نكملوا طرف الحليب تقبل معناها حطيت لها كاس الحليب شنو حبيه الكاس؟ ما هو مغرب تعمل قهوه في الليله هيك هذاك توا نوريكم بعد كيفاش نتويوها كاغي دي كاغي تطلع كيما البريك الحليب الاصلانيه خاطر ما نكذبش عليك فاطمه حبيت نعمل بريك تحليب اللي الاصلانيه اللي هي بالورقه يا اخي اولا حلينها ياخذ برشا وقت ويلزمها تبات باش تتقلع ويزينا من البيت ولا يزينا فما حاجات راهو جسوي اوبليجي باش يباتوا كيفاه معناها يلزم مثلا نخدمها الصباح نقلعها في الليل معناها او مينيموم والا تخدمها اخر ليل اذا كان حاجتك بها الصباح على خاطر يلزم كريمتها تبرد في وسطها ما كاش راهو ما تنجموش تمسوها هذاك علاش انا اخترت اليوم باش نعملها في الملسوقه تنجموا تاكلوها بالوقت بالوقت فهمت تري تري بيان هذاك علاش شيخوهم ما نرجعوا لك توا في كي باش تحطها في فوالا فوالا نرجعوا لها من بعد انا اونتخو تون باش نعجن الخبز الكومباني باش نحطوا يخمر راهو تبعوا الكومبوزيسيون المكتوبه هنايا تلقاو روحكم تعجنوا كيما خبز البارح الورده البيضاء الورده البيضاء اليوم باش نعمل كومباني واضح وحتى نرجعوا لك لازمك تورينا كيفاش كمان اما بعد ما نحكيو مع خنسه باهي منيره ما نسيكش كثر برشا صوابع صوابعين وساقين جيت شوقك صوابعين وساقين باهي مالا تو نستناكم باش تتشق فاترك على صوابعك صوابع ساقين اي نتاع فاطمه خاطرك باهي احنا نعاودوا نرحبوا بخنسه الغزيلة اللي باش تحكي لنا على خنسه الغزيلة احنا ما غير قلب ماناش معرفين اي غيرك انت الغزيلة اي كنت تاع نقرا شو اسمك انت فاطمه السويد السويد لا سويد والله النحا ما هو قال على عائله اخرى مع عائله اخرى الغزيل به تحياتنا لعائله الغزيل بيان سور اللي بالال على لوكازيون واللي بلاش قال الو خنسه غزيل اليوم باش تحكي لنا على البرودوي بي موغ قبل ما نحكي على برودوي بي موغ المره اللي فاتت انا كي بدينا قلنا لي سفاقس بشوفها نهار الاحد 3 معناتها دونك جوست باش نبدا في بال لي سفاكسيان واهل الجنوب معناتها اللي راهو فما ان غوتور لو 26 جوان ان شاء الله المعرض الدولي نتاع صفاقس سايتي ديسيدي معناتها في الثلاثه ايام هذوما الاخرانيين و بعد في جويي سا صغا في الساحل دونك اي فما رجعه لصفاقس خاطر انا اللي فات قلت باش نطول شويه الحكايه دونك لو 26 جوان سا صغا 10 ايام في صفاقس في معرض صفاقس الدولي دونك اليوم على شنو باش نحكيو اليوم باش نحكيو ديفيرامون انا اشاك فوا نحكي راهو كي نحكي على كل خاطر عندنا معرض دونك اون ايساي دو ميتر انا ماذا بينا ناخذ سوجي المواضيع المربوطه بالصيف أي. مربوطه بال بتيتر بيان بالمشاكل اللي تجي للبو للشعر للواحد اقترح انت شنو تنجيوك المناعه هذيك
الصيف وشتي الصيف وشتي هذيك الصيف وشتي مي بوتيتر بيان حنا تو بعد رمضان سيزون معناها نتاع بحورات معناها دره تو انت تقول لك بحورات كان بعد رمضان فما عباد تحب تضعف فما عباد باش خاطر الصيف وندرا شنيه وخاطر ممكن رمضان يطيح خاطر تغذيه وكل شيء باش يطيح الشعر نعملوا حكايه نحن من هنا لاخر للعيد نختاروا دي سوجي وانتم تختاروا وين نجاوبكم عليه كان نختار الصيف والبحر والسخانه انا اخويا في لي برودوي بيمون ما نخير حتى شيء كلهم مزيانين ومريقلين مش من مهم شو باش نبداو نعمل بالشابتر بالشابتر خليها تتنفس كما يقول قبل البروف خليها تتنفس تشرب عرقها على تليفون خالصه بقيت نحكيو على المناعه على خاطر بعد رمضان صحيتك الو صباح الخير الو عاصمه عاصمه مرحبا بك مدام وبيك يا عايشه يا عايشه مدام تطلب فينا شو اسمك سامحني سلوى سلوى دم. مدام سلوى مرحبا بك مدام سلوى انت استعملت البرودوي نتاع بيماغ هكا ايوه كيفاش استعملتهم البرودوي عملت عطيت مدام منيا مستعمل من اعشاب اي بون بديت انا فريسك بديت نستعمل فيه وان شاء الله فيه شفاء ان شاء الله الجامعة قداش عندك تستعمل فيه مدام؟ نعم قداش عندك تستعمل في نتاع الريجيم؟ بون عندي اون سيمين نتاع الريجيم نتاع الريجيم انت هكا ولا قلت لي؟ نو مش ريجيم نو نتاع نتاع الركايب نتاع نتاع الركايب اوكي نتاع المفاصل اوكي ايوا 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 وسافا ولا تحس بروحك خيره؟ ان شاء الله كل مومون سافا وربي يستر مازال معنا بون شويه شويه معنا فما شويه تحسن قبل كي كنت نقوم هكا شويه فما صعوبه توا برك شويه ابرك معناها اون سيمين معناها ديجا معناها حاجه باهيه كيف بديت وي الحمد لله ميرسي بوكو مدام سلوى يعيشك يعيشك ميرسي يعيشك الوغ خمسه الوغ احنا باش نحكيو شويه على نتاع المناعه اللي هما دو برودوي عندنا نحن اللي هما المورينجا جو بونس اللي توا حكينا عليها برشا مرات الناس الكل تعرف الفايده نتاعها وراهو العباد اللي عندها دي دولور ارتيكولير معناتها نقولوا نحن بوسي اي مفاصل وكل عرفت تقول لك كرايمي توجع والباسان وساقيها معناتها ارتروز سيرفيكال معناتها برشا انواع نتاع اوجاع المفاصل راهو كي ياخذوا معها المورينجا سي اكسيلون باش تقل الوجاع المورينجا اي كونسيي بور سو جونغ معناتها دو دولور احنا باش نحكيو على الهيلث بلس اللي هو سي ان برودوي نقولوا نحن معناتها في البروميير كلاس نتاع لي برودوي اللي تقوي المناعه عليه دابور سا كومبوزيسيون اي ريش هو معمول بالجانسينغ باناكس روج اللي هي سي بلانت موجوده في الصين وفي كندا ماهيش موجوده ايور ربي مخلق ما ما مخلق ما فوالا ما خلقهاش ايور دونك حتى لي فوس كوبي سو سون دي فوس كوبي سون با دي كوبي عندها دي فيرتو حتى كي تحطها على جوجل معناتها تقول لك سي لا بلانت او فيرتو اكسترا اوردينير معناتها تيلمون فيها دو فيرتو اللي ما يجيش لبالك عرفت من العباد اللي عندها قله نوم حتى العباد اللي عندها دي بروبليم دو معناتها في الشين بور تو دير في الشين تتباع شويه في الكياس عليه على خاطر سي ليكيفالون دو فياغرا بور تو دير معناتها من الاخر من جبت لكم ريالمون عندها سيت ديفيرسيفيكاسيون انا حكيت مع برشا من الطب يجيو يحكيو اللي فريمون انت تقول لي معناتها احنا نستعملوها للصدفيه نستعملوها للبراس نستعملوها مي سي اون الي معناتها تيلمون دو فيرتو اللي ما تنجمش انت تليميتيها في حاجه دونك احنا شو نقولوا احنا نقولوا اللي هي بلانت تقوي المناعه علاش على خاطرها تخدم على لونتي اوكسيداسيون تاع البدن معناتها البدن احنا بدننا اللي اوكسيد اش معناتها اوكسيدي معناتها ماهوش متنفس ماهوش اوكسيجيني كو سوسوا خاطر ما نشربوش ماء كو سوسوا خاطر ماكلتنا ناقصه دي فيتامين كو سوسوا على خاطر الريتم دو في نتاعنا الي معناتها ياسر اونتر غيمي راهو كلمه مصر معناتها ملوث معناتها ستريس والكل راهو سا انفيكت نوتر سيستيم ايميونيتير يضعفوا على الاخر فما عباد اللي ديجا كثر عباد تقول لك انا رمضان مثلا ما رقدتش مليح عليه تعب بدني تعب مانيش قاعده نرقد عندي لي سيرن ما نشربوش ماء خاطر اون با سي دو تان بين شقان الفطر والخدمه انا نجري ونهار كامل الميل ميكلا نشبعوا فيه ساعة باسكو سي ان بو معناتها الواحد الغذائيه وما ناكلوش مليح نبداو بالمقلي نبداو ما نسمعوش الكلام معناتها ريت كان تجي بنتي كل يوم نوتريسيونيست يقول لك شنو لازمك تاكل صدقني كي تروح للدار تشوف اوت شوز كومبليتمون على كوتي دو لا بلا باهي احنا نسمعوا الكلام خاطر فما شكون قال لي على التليفون فما شكون ما نقولش ما ببريتش ما ببريتش نسمع الكلام صباح الخير مدام سعاد اهلا وسهلا شنو احوالك مدام صباح؟ لاباس يا عايشك مدام سعاد استعملت البرودوي بيماغ هكا ولا؟ اي شنو استعملت بالضبط؟
والله انا عندي وقت شامبينيون وريت صبعي عندي تحت الصفر معناتها كيف اللي بخر متفاضي اي بين اللحم والبصر ديما يحلي فيه لوسيخ وهكا حتى اقل حاجه تعملها يفدد معناتها ديما محرجه كيف نخرج ولا حاجه دونك كل مره عندي هكا ان بيتي بانس هكا تريفين نجبد بها هكا اللوسيخ استعملت البرودوي وقداش عندك تستعمل فيه؟ واما المره هذه كيف مشيت لها؟ مشيت لها شو اسمه جات معرض الساقس دفوني وعطتني هذا نتاع شامبينيون والله دو تروا فوا سيء الحمد لله الحمد لله ميرسي مدام يعيشك لي تيمونيج تاع العباد علاش سو امبورطون خضريت انا ما انا نحكي نقول بوغ اتر كريديبل احنا اون بو با تو تيتيليزي معناش معناتها لي اوغوزمون واحد ما عندوش لي مو دو لا نتاع الدنيا الكل معناتها سي بور سا انا نحكي على اللي يهمني ودوتر بيرسون معناتها كيون بري اوتر شوز بوتيتر اللي انا ما خديتهاش ولا خديتها اي لون اسيي ديفيرامون عندهم اكثر كريديبيليتي واكثر امباكت على خاطر كي نسمع فلان استعمل حاجه انا ما استعملتهاش دونك نجم بحالك اما نجمش نغارونتي لك اللي هي افيكاس للحاجه اللي انت عندك ممكن تسمع تيمونياج نتاع عبد استعملها لا معناتها tu es rassuré والحاجه البيزه حتى خمسة كي تلقى فما تيمونياج معناتها يحكي وتقول مثلا تقول انا في شهر سافا خمسة بيت تبه تقول لي في شهر فاطمه نورمالمون راهم في 3 موا اما سي بيان كو في شهر ما هي تحسن نتاعها صحيح فهمت هي توا بكري اللي قالت لانتي دولور في جمعه راهو كل واحد سون كا كل واحد سون كا الوجيعه نتاعي انا ريت انا نكون موجوعه على الاخر اما انا مانيش دلوله اونتر بارونتيز شو كي نحبش نستعملها برا دونك نحمل غيري انا اقل بوتيتر افيك اقل دوله اقل وجيعه ينجم يخرنن اونتر كيمي اكثر مني انا دونك راهو برا شاده صحيحه معناتها هي تعمل لي مشاكل دونك فوالا دونك نرجعوا نحكيو على اسهل نحكي لك على حاجه اخرى اللي هو الهيلث بلس دونك احنا وقفنا في اللي هو شنو يعملوا به وعلاش دونك احنا قلنا لو كور الي اوكسيدي هو شنو يعمل باش ينظف البدن يلاكسيليغ لا سيركولاسيون سانغين دونك كونت ان اكسيليغ لا سيركولاسيون سانغين البدن ينظف يخرج لي توكسين اللي فيه الكل اي دوكو عندك عمليه الترميم للجسم الكل تتعمل هو البدن راهو يخرج لي توكسين دو manière بشربين الماء وبالماكله احنا هذيا سي ان كومبليمون معناتها هو ريت انك تجي تاخذه من عندي عمري ما نقول لك فوالا عمري ما نقول لك اسمع هو وانسى وعيش لا 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 il faut bien manger il faut boire de l'eau باش انت تبدا ديجا اون غارد لابيتود ريت كي تبدا انت انا ساعات نقول لهم ما لازمكمش تعملوا كان على الحكايه الحربوشه اللي اسهل نو نتعاملوا نتعلموا ناكلوا بور غاردي سيت هيجين دو في بديت تدبري لا بديت لا 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 نزلت دونك تليفون بيرسونيل من الكرسي هي تحكي لك على التعبير من بكري ما عجبتهاش انا نعرفك دونك شنو فيه فيه جينسينغ فيه سبيرولين سبيرولين توا في تونس ماخذة حظها شوية اللي هي سي اونالغ ماريتيم معناتها ماهيش موجودة في الواحد و الا بلان دو فيرتو احنا في تونس نصنعوا معناتها موجودة نصنعوا فيها سي ان برودوي تونيزيان وعنده دي فيرتو انورم من الضعف من اللي يحب يعمل ريجيم للي عنده نقولوا نحن اون شوت في كيفاش نقولوا في النشاط فهمت دونك سبيرولين تخدم على سيستيم نتاع الدريناج دونك موجوده في لي بلانت موجوده في اللي تقوي المناعه على خاطرها تخدم على الميموار تخدم على الفير معناتها على ان ابور ان فيتامين راهو هي وحدها تتاخذ الوغ ايماجين معاها دوطخ فهمت والمارياج راهو الي بيان اتيدي معناتها ما نجموش خاطر سبيرولين ما تحطش معنا امبورت كال اوتر بلانت دونك المارياج اي اتيدي مع هو فيه نقولوا نحن البروبوليس البروبوليس نتاع النحله معناتها الشهد نتاع النحله اللي هو معروف اللي هو سي مش معناتها سي با لا سير دابي لا مش السير سي الشهد مش البولين البولين راهو الحساسيه انا عرفت هذيك اللي تبعها فوالا الشهد اللي هو راهو ديجا ربي في القران سبحانه معناتها موجود اللي هو يداوي برشا امراض دونك احنا عملنا هالميلانج الصغير هذا نتاع هالاكسبلوزيون انا نسميها دو بلانت باش العبيد بدنا ينظاف مانو لي كور ديفير احنا نستعملوها من العبد كيما قلت لك اللي عنده ان بروبليم دو ستريس مشكله نتاع نوم نتاع ريت نقول لك حكايه هذيا فما عبيد تنشطوا وعبيد ترقدوا
حسب البدن. حسب البدن. شنو نقص في البدن؟ انا شنو نقول لهم؟ فانا انا ديما نعطيها في النهار خاطر هو اوتوماتيكمون كون تو اكسيليغ لا سيركولاسيون سانغين البدن ينشط. دونك نقول لهم كان جربتها في الصباح لقيت روحك فشلت خذها في الليل. كان لقيتها في الليل لقيت روحك فقت خذها في الصباح. دونك اي ريتها ريت انت كيما تغزر اي ما عرفتش انا بلانت لالوي فيرا باغ اكزومبل دون لو دان لالوي فيرا يقول لك سي ان انتي اوكسيدون او ميم طون حاجه معناتها عرفت تخلي بدنك يتنفس مي او ميم طون راهو تضعاف ربي خلق حاجات انت تختار فين تحب توجه فهمت فما تليفون انا وليت نكد مركزه معاك على الاخر دونك هذاك باش تاخذ هي مخلطه بالعسل ناخذوها مره بركه في النهار ماهيش تعمل عرفتك لي بروبليم دو ديجيستيون نقول ناخذها على الخوي مش على الخوي من عشان تاخذ كم تشوفو يا با دو بروبليم معناتها تتاخذ للي عنده صدفيه للي عنده اكزيما للي عنده دي بروبليم دو شوت دو شوفو للي عنده شي شوفو بلون نسمي لك حتى الغدوه معناتها للي عنده الحاجات اللي بتاع الهيلث بلاس الحاجات اللي بدنك يبدا ان كارونس فيهم واللي يخرجوا لك لبرا معناتها ريت كان نقول طلعت لي تاش بيضه باغ اكزومبل جو دي نيمبورت كوا طلعت لي تاش بيضه راهي التاش البيضه هذيك سي اون كارونس في السيستم ايمونيتير نتاعك من داخل راهو بدنك عطاك سينيال دالارم وقت باش وقايد باش تفيق بيه راهو ساعات نقولوا صدفيه لحمي يحك برشا لحمي يحك والا عندي قشره برشا في شعري ساعات يجيك يقول لك عندي قشره الوغ هو في الاصل صدفيه كي لا با ديتكتي باناليزيها هو قال لك نعم حكايه فين غادا تنح دونك اون في اتونسيون الحكايات هذوما معاهم لو ريجيم اليمونتير اللي امبورتون اللي اشاك فوا انا راني نتبعكم معناتها هكا نشوف لي نوتريسيونيست اون اساي دو دير لا ميم شوز سي با ما سبيسياليتي مي ا فورس معناتها نعرف الاهميه نتاع شاك تروك وموجودين احنا كما انت قلت معناتها باش نحسنوا وراهو انا جو غارونتي انهم ينفعوا تكمل الكور نتاعك بريسيزيون تكمل وتسمع الكلاب العباد اللي ينصحونا وكيفاش نستعملوا لي برودوي بيمونك كيفاش نجموا يتصلوا بكم بخمسه باهي فما نمر تليفونات اللي هما نبدا ب 22 341 341 29 031 032 98 200 023 24 355 031 و52 025525 وبجاه رب وثلاثة نهج الخلفاء راشدين اي وبجاه رب رانا كيما العباد الكل بعد شقة الفطر ما نهزوش التليفون ما فما اي واضح كنت قبلت شكل ما ساعة نتاع الليل جو تو جور ايير سيتي معناتها ان تروك الوسينون حسيت اللي انا بيزار الناس برشا تطلب راهي بعد شقة الفطر سي فغي كو نو افون سيت كولتور دو العباد ديسبونيبل اما رانا نحنا نخدموا معناتها هذيك خدمتنا نو احنا كيف بعد شقه الفطر نحبوا نرتاحوا من الخدمه اي واضح باهي انا نقول لكم اطلبوهم وقت ما تحبوا فهمكم اسمعوا كلام فاطمه اسمعوا كلامي على خاطر ما عندي لها ليني نتاح اعمل علي صب علي رومبو باهي احنا نخرجوا بتير خاص بانيبال بارك وكما العاده تلقاو زميلتنا اميمه الوسلاتي مع ادم الاحباري في انيبال بارك يسالوكم تشنشينه ولا مثل جاوبوا وتربحوا دي تيكيت تلعبوا بهم في انيبال بارك شكرا بارك كبير ونظيف العاب وتنشيطه وتفرهيده تام بالكيف حنبال بارك سكرة سيدي فرج احسن اختيار باش تخرج صغارك من حفره الدار شربتكم بالناس الكل مرحبا بالناس المدينه اللي تبعوا فيا ديما اللي ديما يلقاوني في حنبال بارك سكرة ومعايا الربح للناس اللي باش يطلعوا معايا تشنشينه والى المثل وتشنشيت اليوم تقول علي لونه في لون الورد وشوكو يوجع الجلد سلطان جاي من برا الهند يتباع بالحاره والا بالكرد زعما شنو ما عرفتيش ما نعرفش صعب ما نعرفش ما فيش خيارات حاجة ليلي يلزمني أنا نطلع الحقيقة ما نعرفش سوري معلي احنا من تونس نقولوا سلطان الغلة الهندي دونك نتصور الإجابة الصحيحة هي الهندي برافو مسيو مبروك عليك ربحت معايا دو كارني كل كارني في 5 تيكي اللي تنجم تلعب بهم لهنا في حنبال بارك سكرة ولا في حنبال بارك القنطار سي بيان عايشك يعطيكم الصحة شكرا
لا ميور ادغيس بوغ ساموزي، غامر وافرح وطير وزيد طير، الجو يحلى ويزيد يحلى، حنا بالبرك قنطري أول فضاء ترفيهي شبابي في شمال افريقيا. مرحبا بكم مرة أخرى في ماتينال. لا باهي حضرتك تحب تاكل صوابع فاطمة القاسبي. احنا نستقبلوا بعضنا مدام شيراز لفقي اللي هي أستاذة في العلوم الاقتصادية بمعهد الدراسات العليا بتونس اي هاش تي. مرحبا بك مدام. مرحبا عايشك ميرسي. مرحبا بكم وبسادة المشاهدين في ركن مستقبل أولادنا. صحيتك مستقبل أولادنا. نحبوا نسألوا مدام على الستاج اللي يعملوهم الـ IHT وكيفاش يكونوا هالستاج هذم اي سورتو اسكو عندكم معناتها شراكه مع معاهد اخرين مع ما نعرفش دي سوسيتي حاجات هكا. دونك بور كومونسي باش نقدم شويه للمؤسسه نتاعنا. دونك الـ IHT هي مؤسسه تعليم عالي خاصه فوندي ان 1998. دوبوي 20 ans الـ IHT دونك اوكوب اون بلاس بريبونديرونت دون لو بيزاج دي زونيفرسيتي اون مانجمنت اون تونيزي. Donc le système scolaire de l'IHET est fondé sur l'économie, la gestion, le droit et l'informatique. L'étudiant a le choix entre deux licences, une licence appliquée et une licence fondamentale. Donc je n'entends pas le mot dans les stages. Donc il y a deux types de stages. Enfin, les stages obligatoires. Donc l'étudiant en licence appliquée doit effectuer un stage en troisième année, un stage obligatoire de trois mois, avec bien sûr un projet de fin d'études, donc qui doit donc PFE, il doit le soutenir devant des membres de jury du corps pédagogique de l'institut. Donc l'année, nous garantissons un stage. Voilà pour tous nos étudiants. Donc chaque étudiant inscrit à l'IHET, il a son stage automatiquement. Ben, enfin, ce qu'on appelle donc les stages qui ne sont pas obligatoires ou qui sont facultatifs. L'année, généralement, ce sont les stages d'été. L'année, donc que ce soit pour les étudiants en première année ou bien en deuxième année, donc il y a des stages d'été. Ou elle, donc kiff pour les étudiants en licence fondamentale, elle est dans l'obligation de faire des stages. Voilà, voilà. Surtout, donc ça va être une première expérience pour eux. Expérience, vous êtes dans la qui stage, qui exactement ça. Les visites d'entreprise, ميدانيه عطون جيوهم نكملوا نحكيوا على لي ستاج ولي بارتناريا من بعد نتعداو لي فيزيت. دونك هنا حبيت نقول اللي سيت اوبورتونيتي دو ديفيكتيو دي ستاج دونك بيرمي اوز ايتوديون دونك دو كونفيرمي لي ابتيتود دونك اكيز دون لي سيونس دو كور دونك دو مانيير تيوريك بيان سور دونك سور لو تيران او سان دي زونتربريز معناها على عين المكان داخل المؤسسات. دونك نتعدى بك دونك الشراكه. دونك قبل الشراكه بربي لهنا نحب نقول اللي من بين اهداف المؤسسه نتاعنا دونك كونها الفورم ليتيديون نون سولمون او نيفو اكاديميك اي تيوريك مي اوسي ايل اكومباني دونك سورتو لي بلان ا لانسيرسيون بروفيسيونيل دونك جوستومون كو سوا اترافير لي ستاج اللي حكينا عليهم والا اترافير دي جورني دونتربريز كون اورغانيز شاك اني او موا دافريل. سنة par exemple. يعني. Donc نظمنا donc نهار 19 افريل donc notre journée d'entreprise اللي شاركوا فيها اكثر من 30 مؤسسه حكوميه وخاصه. دونك دو سيت كبير على المستوى الوطني وال دونك كيف كيف العالمي. دونك الهدف من دونك المتظاهره هذه دونك سي دو رابروشي جوستومون دونك ليتيديون دونك ولا هي باش تكون دونك توفير المناخ الملائم للحوار والا للشانج ما بين الطلبه نتاعنا وما بين دونك لي ديفيرون ريسبونسابل ريسورس هومان كي سو بريزونت دونك دي زونتربريز دونك كي سو بريزونت دون سيت جورني. كيف كيف تمكين الطلبه او بيان ابروندر اوز ايتوديون دو بريزونتي او بيان بارلي دو لور كومبيتونس دوفون دي دونك دوفون دي بروفيسيونيل تروفي بوركوا با ان ستاج اون الترنانس او بيان ان امبلوا. دونك بالمناسبه هذه نحن كل عام نوفروا للطلبه نتاعنا دونك قبل الجورني دي فورماسيون اي دي وركشوب pour les aider à mieux rédiger par exemple leur CV, à maintenir des entretiens d'embauche donc d'une façon ou bien d'une manière scientifique et efficace. Voilà. Et les étudiants en général ils ont des compétences tellement les entretiens ou les trucs هذه ما تقولش هذه alors que normalement science où ils travaillent. Exactement. Mais le volet fin il y a les partenariats. Donc l'IHET a signé plusieurs partenariats avec diverses sociétés de secteurs différents. Donc
الشراكه اللي بيننا وبين لي بارتنير نتاعنا الهدف منها بريميرمون دونك تاثير الطلبه نتاعنا داخل المؤسسه هذوما ودوزيامون دونك باش دونك باش المؤسسه دونك ايل ادابت سي بروغرام دونك بار رابور او بيزوان دو مارشي دو ترافاي بيان سور داكور دونك لهنا بالنسبه لل دونك لي بارتناريا دونك اون ا بليزيور بارتنير دونك اللي استقبلوا دونك في تونس ولا برا من تونس في تونس في تونس في تونس اوكي بور لو مون نحكيوا على المستوى دونك الداخلي فوالا الوطني دونك لهنا علاقه الشراكه قلت دونك بيننا نحن ولي بارتنير نتاعنا دونك دونك مبنيه دونك pour باش ياثروا الطلبه وثانيا دونك دونك pour adapter les programmes donc aux besoins des entreprises تعرفوا اللي فما des mutations rapides au niveau des nouvelles technologies d'information de communication donc لهنا هكا نجموا نوفروا لسوق الشغل الكفاءات اللي يطلبها وفوالا ومؤسستنا ماخذه بعين الاعتبار لي mutations هذوما والتحولات هذوما donc وقاعده تواكب بصفه دائمه في التحولات donc باش فوالا حاجه لازم مش في الجامعات الاخرين سورتو كما قالت التكنولوجيا قد تتطور يجيو فيكس مثلا على انجينير في حاجه معينه ما يلقاوش لازم يقرا مثلا في البرا باش ينجم يجي الوغ كو في تونس تلقى عندك الاختصاص هذاك اللي هو مثلا عنده عام اللي خرج البرا وفي تونس يخلط لنا توا نمشيو توا للي فيزيت نتاع لي زونتربريز اللي هي حاجه هامه برشا سؤالي انا اسكو هي معناها كونساكري للناس المتخرجين ثوزيام اني ولا للناس الكل دونك ا بار لي ستاج دونك لي اتش في لي اتش تي دونك نوفروا للطلبه نتاعنا زيارات بصيف دوريه دونك المختلف المؤسسات افيك بيان سور نو ديفيرون ديبارتمون كيما قلت بك ايكونومي جيستيون انفورماتيك اي دروا دونك عندنا كل جمعه برسك اون او دو فيزيت دونك تو لي نو ايتوديون سون كونسيرني بار لي فيزيت من البروميير اني دوزيام اني ميم لي ايتوديون ان ماستر ام 1 او بيان ام 2 دونك اي سون كونسيرني بار سي فيزيت الهدف من الزيارات هذيا دونك هي ا بار تعميق الشراكه ما بيننا وبين المؤسسات الحكوميه والخاصه ومن جهه اخرى هكا كان الزيارات تمكن لي ستوديون دونك جوستمون باش دونك يكتشف العديد من الاشياء وخاصه دونك ظروف العمل داخل المؤسسات دونك justement pour confirmer les aptitudes donc qu'il a acquis حكينا عليهم بكري donc théoriquement donc les chefs في الكور il va l'appliquer donc sur le terrain على المكان غاديك في المؤسسات وهنا بربي je vais ajouter quelque chose par rapport à donc les visites les étudiants نتاعنا donc participants aux visites donc لهنا مطالبين باش يمدونا بدي رابور دونك يوصفوا لنا فيهم المكتسبات اللي ضافت لهم من خلال لي فيزيت هذوما هكاك نجموا نحينوا برامجنا دونك بارابور او بيزوان دونك دو مارشي بور سي دو بارتي نقول لي دو بارتي معناها نحكي على لي زوفرور اللي هما الطلبه نتاعنا ولي دوموندور اللي هما المؤسسات حاجه برك نحب نختم بها مدام شيراز كان تسمع كي حكينا بكري على ستاج قلت فما دي ستاج اوبليغاتوار معناها انتم تطلبوا دي ستاج مثلا 3 موا كما انت قلت هذايا موجود حتى بالنسبه للبوبليك معناها ليسونس ابليكي دونك يدوا دونك افيكتيف اذا كان واحد من الطلبه مثلا حب يمشي يعمل وحده ستاج في بقعه فلانيه تسهلوا له ولا اذا كان يحب يعمل وحده فما حتى مشكل دونك نحن لهنا الهدف نتاعنا باش نسهلوا فوالا ونأطروهم بارابور لي سبيسياليتي فوالا فما مشكله فما مشكله نتاع لي ستاج خاطر فما برشا تلقاهم يبداو يدقوا في البيبان نحب نستاج باش ما يلقاوش على الاقل وما يرتاحوا من الشيء هذا دونك لهنا انا نحب نضيف حاجه قبل ما نختم ربي مدام دونك لي اتش تي حريصه برشا على تكوين دونك الطالب واندماجه المهني ولهنا الشركه دونك الهدف من الشركه بيننا وبين نو بارتنير دونك سي با سولمون لي ستاج اي لي فيزيت donc la kina alihom mais aussi donc le recrutement donc le recrutement à travers l'augmentation ou la tarfia fait tout donc d'employabilité de nos étudiants avec nos partenaires stratégiques voilà. merci beaucoup Shiraz Alifqi استاذه علوم اقتصاديه في الاي اتش تي وراح نشوفوا مع بعضنا تقرير الخاص بالاي اتش تي ونرجع
رجعنا والعودو احمد هو والله احمد هو ولا اليوبو ايوبو ايوبو هيا وينك ايوب ارجع 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 بحذينا يا ايوب ارجع 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 مال شعفتكم هنا يا اخي يا سوبوا ايش عملنا له ولا ارجع 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 لا فدك والله فدك لا غنى عنك لا غنى عنك اموره به اموره سيبك سيب مو حاضر والله فدليك صح فدليك والله ما عمرك والله ما ها هذم صوابعي هذم هكا الخش معناها اي سبحان الله هذم قلب في حتى صوابعي صوابعي حط تلقاها على صوابعي الكبير مش هكا خشن ايش تعمل لهم هنا دنيهم بالزبده ارمي الكوش وليو احمر بيهين وتبش حطهم في الكوش ما نجموش نعملوا زيت سفير الموف هذاك ولا البلو دهن بالزيت زبده اللي تحب انت هي دهنتهم ديجا الزبده هكا مسيسه هاي في الكوشه قداش التمبيراتور نحطوها سخونه متوسطه ممنوع تمس الفور هذه شعل ولا الفور تخدم امورها واضحه حطوه في معناتها قداش تحط التمبيراتور سخونه برشا 170 180 ربع ساعة ارمي في كوش الوغ احنا نرجعوا للشيف شيف استنيني ساعة باش نشي الشربة خاطر الشربة طابت اعطيني عظمة فاطمة ما غاديك عظمة مليحة عظمة مليحة نحلها ويحل مليح كل مليح يلا هكا ضربة مملسة وضربة قدومة مرة صبعي قد الغول ومرة هوني هوني لا ما نشوفها برا مشيت معاك غاديك هيك ما سخت لك السحفه نتاعك صب هنا 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 في القارص هذيك قارص قارص توا بلا ما حبش تفسد نفلقها واش نعمل دوب ليش ما حركها ما خلطهاش ياسر ونصبها في الشوربه نتاعي ونحرك الشوربه دوب ليش ونطفي عليها القارص ولا هذيك تتسمى شوربه من الشيء باهي قداش نخليوها خليها تبرد وقتي انت تعرف وقتاش نعملوها لوبيراسيون هذه وقتي نجيو بالشوكو فاطمة وقتي طابت الشوربه وامورها واضحه وقريب نفرغوها هذا عشاء بدينا بالشوربه الحمد لله الصوابع اللي جاتكم لا لا سي سي ما كلهم شيكم هذاك تعطيك صوابع الحقيقي نقولوا فيرش الزوز توا يا جماعه هاو لكم باش نعمل باش نحط نعجن الخبزه اللي هي بان كومباني اليوم اخترت لكم بان كومباني على خاطر فريمون حاجه ابدعت في ابدعت في لي ميلونج هذوما الورده البيضه كومباني البارحه عملت لكم تورنوسول وقعدت تريت ما بنو قعدت تري بالحق في العاده انا ما نكذبش عليك ما نعرفش من الورده البيضه ولا من يدي لا من الورده البيضه زوز الورده جهز خبز اليوم يا فاطمه رتب سويبعك يا فاطمه دبلوماسيه جمله يا فاطمه رتب سويبعك يا فاطمه قصدي كانت نجموا تعاودوها قصدي انتم الزوز الورده البيضه وانت يا فاطمة المعودة في دقيق الحرش والوردة البيضة دقيق هارتد هاوي يا وعطت هالي نحطه ملح نحطه بغرفة ملح انت جبتها وحدك نحطه شطر مغرفة سكر كالعادة نحطه الخميرة على جنب سمارت شيف ثلاثة باكوات كما قالوا لنا هما سمارت شيف على كل باكو باكو خميرة على كل باكو باكو خميرة فوالا هذو مزوز ونكمل الباكو الثالث في الشيفة كالعادة كالعادة نحطهم في الدائر متاع الفارينة خاطر ما نحبش خالط الملح ولا الملح والسكر ما نحبهمش يمسولي الخميرة الخميرة هذه أمورهم واضحة أعطيني كلمة يا أميرة وبعد تصبوا عليه شوية زيت نعجنهم عجنين ما يلزمش عركين كل واحد يعدي كل واحد يعدي قول علي يا ريس شيخة عندي الناس كل تسربي فيا اليوم باه نحط نعجن بالسياسه كما العاده راهو عجنين مش عركين الخبز هذا فيه خاصه كونه يتعجن لازم لا عركين لا حتى شيء معناها اسهل ما فما حتى اللي ما يعرفش يعمل الخبز راهو خبز سهل واضح اكثر شيء من سويبع فاطمه ما عندكمش عذر بقولك ما نعرفش نعمل الخبز ما نعرفش نعمل جمله بالخبز هذا خلط ماركه 4-5 مينوت هما حاطين 7 مينوت تخلطوا توفى الفارينه من جنابه نحط عليه نكته سفير زيت سفير لو فروتي الاخضر باش يعطي مطعم بنين ويعطي موالو ونحطه يخمر توفيره مش تعين يخمر المهم نلم معناها الشقاله نتاعي نحطها في وسط ساك بلاستيك باش فيسه بوغ اكتيفي الخميره خاطرها فيسه على الساكتيب ومن بعد الفا دوبلي دو فوليوم في ربع ساعه هي الدوبل دو فوليوم تولي دوبل وانا نجي نفصل الخبز نتاعي كيما نحب انا ونحط الكوشه ديما تسخن
في الماكسيموم اللي هي 240 ولا 250 ونحط صحفة ماء في وسطها ونحط نرمي الخبز متاعي خمر ويجيكم خبز كما قاعدين كل يوم تتعشاو به. بانتخطان أنا وريت الأميرة كيفاش باش تطويلي بريكة الحليب خاطر هي اللي باش تطويها اليوم. ومن بعد نحي العظام لم العظام ما غادي لم دوكينتك نحي الصحاف ومن بعد باش تعمل سلطة البلانكيت ماهيش توا سلطة البلانكيت. حاب نخرجوا نرتاحوا شوية ونرجعوا مع أميرة. امشي وارجعوا مع أميرة. نخرجوا نرتاحوا شوية ونرجعوا خلي أمورا تحضر المرسوقة.